شوفوا كيفاش سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر بتاريخ 11/4/2020 مساء وصول مجموعة من المواطنين الجزائريين البالغ عددهم 246 جزائريا قادمين من دولة الإمارات العربية، فتمت مرافقتهم إلى فندق أدغير الكبير الكائن ببرج كيفان ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع تنصيب تشكيل أمني بمحيط الفندق ليلا نهارا، وهذا ضمانا لسلامتهم الصحية وكذا سلامة الأطقم الطبية التي تسهر على حمايتهم. عند الدخول قمنا بالتشخيص السريع، التشخيص السريع يعني نطرحوا بعض الأسئلة على المسافرين على حسبهم، نعرفوا شكون هما أصحاب الأمراض المزمنة، شكون النساء الحوامل، شكون اللي عنده مرض خاص ولا حاجة، هذوك نعزلوهم نبداو بهم الفحص الطبي مباشرة ونشوفوا اسكو عندهم الكمية تاع الدواء اللي تكفيهم لمدة الإقامة تاعهم. قلنا لهم كاع الإجراءات اللي يلزم الفندق من الوجبات الفطور والعشاء وفطور الصباح، وانا مجندين كل البيرسونيل تاعنا هنا باش يكونوا في خدمه المقيمين هنا تاعنا.